السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ناقي اليافعي ممثل عرض هش تفاح لفرقة تواصل المسرحية. الحمد لله خلصنا العرض مستمتعين، والاستمتاع أكثر من قاسين، نشوف عروض مسرح شارع حلوة وجميلة. شكرا سندان على هذا التجمع الجميل في رمضان، إن شاء الله يتكرر لسنوات قادمة. شكرا فرقة الدن على هذا التنظيم الرائع. أنا عامر، أنا مال تواصل، أنا مخرج مسرحية هش تفاح للمؤلفة الرائعة وسن الرويشدي من جماعة مسرح الجامعة الألمانية. في البداية نشكر كل القائمين على تنظيم هذا المهرجان الرائع، مهرجان سندان لمسرح الشارع بالتعاون مع فرقة الدن للثقافة والفن. ورسالتنا لكل المشاركين في هذا المهرجان أن هذه العروض اللي تقدم في هذا المهرجان ما تموت، لا تخلوها عروض فقط للدعوات للمهرجانات للمعارض، خلوها عروض للشارع، عروض حقيقية. زكريا يحيى الزجالي، ممثل تلفزيوني مقل في حق التمثيل المسرحي، حاضر اليوم في مهرجان الشارع في منطقة سندان الصناعية بتنظيم والتعاون مع فرقة الدن، الفرقة اللي أنا معجب فيها بشكل كبير جدا. أوجه تحية كبيرة 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 على هذا التنظيم الرائع. سندس الشيدي، شاركت في مسرحية التائهون، طبعا تجربة كانت جدا جدا جميلة واستمتعت فيها. معك سيف العموم رئيس فرقة الأمجاد، قدمنا اليوم عرض المديون، رسالة للمجتمع، كثرة الديون وكثرة أغلاء المعيشة تسبب قلق للشخص المديون. وطبعا التنظيم وكل شيء ما شاء الله واجد جميل، وجدا سعيدين في انضمامنا لهذا المهرجان. اسمي حمد الخروصي من فرقة تكوين، مخرج مسرحية حارة الفنون. طبعا نشكر مهرجان سندان على هذه المبادرة، وكما نشكر فرقة الدن أيضا أحيد فينا هذه المبادرة من بعد تقريبا سنتين قطعنا فيها. مروان الوهيبي من فرقة تكوين، طبعا كنت ممثل في مسرحية حارة الفنون. أوجه الشكر لمدينة سندان ومهرجان سندان بالتعاون مع مسرح الدن، جزاهم الله خير على هذه الفعالية الجميلة اللي بعد توقف دام سنتين في المسرح. وأشكر مدينة سندان، وطبعا استمتعت كثير 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 بالعروض السابقة، ونتمنى للجميع التوفيق بإذن الله.